شلالات وردية بحديقة بكندا اسمها كاميرون بتتحول لهاللون لما بتهطل الأمطار بشكل غزير، فبتثير رسوب الأرجونيت يلي بتطيق بلون وردي لما بيسقط عليها الضوء وبيتحول الشلال الصافي لهاللون. بنتقل لحالة الطقس، عم تبقى درجات الحرارة أعلى معدلاتها لمثل هالفترة من السنة بحوالي 2 لـ 4 درجات مئوية، والجو صيفي حار نسبيا وصحو بشكل عام ورطب بالمناطق الغربية وغائم جزئيا على المرتفعات الساحلية وسد مغبر بالمناطق الشرقية والبادية. أما ليلا عم يكون الجو معتدل بشكل عام ولطيف بالمرتفعات الجبلية. بالنسبة للرياح فهي غربية لجنوبية غربية عم تتراوح بين 10 إلى 20 كم بالساعة، مع هبات نشيطة عم تتجاوز 63 كم بالساعة. بالنسبة للرطوبة عم تتراوح بين 50 إلى 90%، أما البحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 30 درجة. مثل طقس العاصمة دمشق يلي عم تكون الأجواء فيها مشمسة، عم تسجل فيها العليا 37 درجة. رح نكفي عن المحافظات السورية ورح نبدأ أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية. الأجواء مشمسة بسويدا عم تسجل 32 درجة، درعا 36 درجة والقنيطرة 31 درجة. بالنسبة للمنطقة الوسطى لحمص وحماة فالأجواء عم تكون فيها مشمسة وعم تسجل العليا بحمص 33 درجة، الطقس عم يكون بس حول غائم جزئيا، أما حماة عم يكون طقس مشمس وعم تراوح بين 22 و36 درجة. بالنسبة للمنطقة الساحلية فالأجواء بين الصحو والغائم جزئياً عم تسجل بطرطوس بلدية 33 درجة، بلواء اسكندرية عم تروح بين 24 و34 درجة. رح نكفي هلا على المنطقة الشمالية على إدلب وحلب فالأجواء عم تكون مشمسة وعم تسجل بإدلب 34 درجة وبحلب 37 درجة. ختاماً مثل العادة بالمنطقة الشرقية رقة الحسكة ودير زور فالطقس عم يكون مشمس، بالرقة عم تسجل 40 درجة، بالحسكة 42 درجة وبدير زور العليا 41 درجة. أخبار الطقس يوم خلصت، تلاقوني بكرة وبخير.